ميراج جروب، فكر جديد في عالم التسوق عبر الشاشة. مفيش مشكلة بتقابل المرأة في حياتها أكتر وأقوى من مشكلة خشونة الشعر والتجاعيد وتشابك الشعر وصعوبة تسريحه وصعوبة فرده. ومش بس كده، ده كمان عقد وتشابك وقشرة وشعر بيقع ويتقصف وما بيطولش. بجد مشاكل كتير، وطبعا بتقابلك مشاكل أكتر لو محتاجة وبسرعة إنك تسرحي شعرك وتفرديه أو شعر بنتك علشان تروح المدرسة أو تروح انت الشغل. وفي أحوال كتير الموضوع بيبقى صعب ومتعب. في الحقيقة أنا كنت بعاني من مشكلة الخشونة والتجاعيد في شعري، مش بس شعري، شعري أنا وبنتي. كنت كل يوم بقوم الصبح علشان أسرحها وهي رايحة المدرسة. بجد كنت بعاني من المشكلة دي لأني مش لاقية لها حل. استخدمت جميع المواد الكيماوية ومفيش أي حاجة بتجيب نتيجة، بتقصف شعرها وبتنشفه وبتضره أكتر وأكتر. من يوم ما جبت الحنة الهندية بجد أنا لاقية اختلاف تام في شعري وفي شعر بنتي. بقى دلوقتي بتقدر تروح المدرسة في وسط أصحابها وهي بتتباهى بشعرها. أنا كنت الأول شعري خشن وما كنتش بعرف أسرحه، بس كنت بحاول طبعا أسلك باللمشاط وكل حاجة، لدرجة اللي أنا كنت ما بقدرش أستعمل حتى الفرشة، ما بقتش تعرف تمشي في شعري، حتى اللمشاط الواسعة بقت بالعافية. لكن بعد ما أمي استخدمت الحنة الهندية شعري جميل جدا. أنا كنت بعاني من الخشونة والتجاعيد اللي في شعري وشعر بنتي، ونصحوني كتير استخدم المنتجات اللي موجوده في السوق، وكنت خايفه اجربها عشان المواد الكيميائيه اللي فيها. ولما ظهر نبات الحنه الهندي الطبيعي جربته، ده نتيجه هايله. الحنه الهنديه خلاصه من افضل الاعشاب الهنديه الطبيعيه الاصليه، واللي بتساعد وبفضل الله على فرد الشعر لمده عام كامل، واعطائه لمعانا وبريقا ولونا اسودا براق، وفك كل العقد والتشابك والتخلص من القشره والتجاعيد والقضاء على مشكله تقصف الشعر وسقوطه. حنه الفرد الهنديه ليست كحنه التلوين الاخرى، لا ابدا ونهائيا، فهي مختلفه تماما لانها تعطي الشعر اللون الاسود الداكن، وتعمل على تغذيه الشعر من الجذور، وتساعد على جعل الشعر أكثر إنسيابية وحرية، وأيضا تحميه من القشرة والحشرات نهائيا، وتعمل على إطالته ونموه. فهي حنة هندية من الأعشاب الطبيعية، فهي أيضا تعالج الشعر من أثار الصبغة الضارة والفرد بالمكواة والسشوار والمواد الكيميائية الأخرى. والحنة الهندية الأصلية تساعد على فرد الشعر وإعطائه اللون الأسود الداكن لمدة عام كامل. استخدميها الآن. طريقة الاستخدام: وهي سهلة وطبيعية، وتحضر وتوضع على قصل الشعر وبين فراغاته حتى نملأ فروة الرأس والشعر بالحنة الهندية الأصلية، ثم تترك وتغسل بعد ذلك بشامبو طبيعي. وشوفي بنفسك رأي الناس اللي جربوها وعملت إيه وغيرت شكل حياتهم إزاي. الحنة الهندية بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشهر. اتصل الآن على رقم 012-71-38-302 010-66-81-44-66. ميراج جروب، ثقة بلا حدود.